هكذا تبدو شوارع مدينة عدن في أيام العيد. الأمسيات الفنية هي أبرز مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وتشكل فرصا للفرق الفنية التي تظل متوقفة طوال العام لأسباب سياسية واقتصادية وكذا فكرية متطرفة. الحفلة دي كان الغرض منها اللي هو ترفيه السكان محافظة عدن. طبعا هي مش حفلة واحدة، هي متفرعة، في أكثر من فرقة شغالة. الفرقة حقي فرقة تجار المسرح، في الفنان هديل، وفي فرقة خليج عدن، في فرق عشان يعني نرجع روح الاحتفالات ونرجع روح البسمة للمواطنين في في داخل عدن. الاحتفالات كانت غايبة نحن من بعد الحرب، فنحاول نسلي البشر كذا، شوف اللي عندكم الجمهور نضحك. في هذه الحديقة الصغيرة وبأضواء خافتة نتيجة انقطاع الكهرباء، تقدم هذه الفرق الشبابية عروضها المسرحية، فالعيد فرصتها الوحيدة للمساهمة في عودة الفن المسرحي. هذه فرصة للممثلين الفنانين في عدن أن ترجع من جديد تنتعش. كان في اهتمام من وزارة الثقافة ومكتب الثقافة في عدن والشخصيات الاجتماعية والناس اللي تدعم هذه المواهب، وإن كان زي كل مرة كل من دغباب حد يرفض يتعامل معنا إلا لشروط يحطها معينة، وعشان تشتغل تبع جهة معينة أو تعمل إعلانات أو دعاية لجهة معينة برضه، ما أعتقدش أنه بيكون في تغيير أبدا بالفن داخل عدن. أنا أتمنى أناشد من قناة بلغيس الرئيس ورئيس الوزراء وجميع الوزراء في حكومتنا انه يحاولوا يعملوا اعادة تأهيل لإدارة الثقافة في عدن. بإمكانيات بسيطة وبظروف استثنائية تقيم عدة فرق فقرات مسرحية وغنائية لتثبت عدن انها كانت وما زالت تتحدى الصعوبات. بمثل هذه الاحتفالات وبأجواء فنية وترفيهية تحتفل عدن بمناسبة عيد الفطر المبارك. مروى السيد، قناة بلقيس، عدن.